اهلا بيكم مشاهدينا، واول فقرات النهارده في حلقه نهارك سعيد، حلقه 6 يونيو 2015. نبتديها كالعاده بالصحافه، ومشرفنا الكاتب والمحلل السياسي استاذ مروان يونس. صباح الفل. صباح الفل، كل سنه وانت طيب ومصر طيبه كلها ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. واحتمال النهارده يبقى يوم عيد ونسمع حكم الاعدام في مرسي ان شاء الله برضه. مبارك زايد، مبارك بقى بمناسبه اليوم ده. بعد كده من المصري اليوم، الصفحه الاولى: الداخليه تتنازل عن بلاغاتها ضد المصري اليوم واليوم السابع. وبنروح لليوم السابع: اليوم المحكمة تعلن رأي المفتي في إعدام محمد مرسي وإخوانه. وبنروح لمانشيت من جريدة الشروق، الصفحة الأولى: انفراد قيادي إخواني يصرح معارض للسيسي تواصل مع ندى قبل إصدار المبادرة. وبنروح لجريدة المصري اليوم من الصفحة الأولى: فلاح ينفذ حكم الإعدام شنقا في قاتل شقيقه بسبب 10 متر أرض. وبنرجع لليوم السابع بس المره دي من الصفحه الخامسه: البشير يفلت من الجنائيه الدوليه ويعود للخرطوم. وبنروح لجريده الاهرام من الصفحه الاولى: منشط الصيف دون ازمه كهرباء والسلع تصل للمواطنين باسعار مناسبه. واخر خبر معانا من جريده الاخبار، الصفحه الثالثه: تثبيت اسعار الكهرباء لمحدودي الدخل. وخلينا نبتدي من المصري اليوم: الداخلية تتنازل عن بلاغاتها ضد المصري اليوم واليوم السابع. والله يمكن ما حدث من اليوم السابع أو من بعض الجرائد في الفترة الماضية أن هم بينشروا أخبار عديدة ما بيتدققوش من الخبر، وبينشروا ما يعتقدون فيه أو من خلال مصادر. أعتقد أمر محتاج مراجعة، ولكن بالأخص الخبر اللي تحدثت عنه الداخلية فخبر يمس الأمن القومي بمنتهى الامانه. مش نوع من السذاجه او السبق ان انا اعلن ان موكب رئاسه الجمهوريه بيتضرب عليه ايا كان بيهاجم اي شيء. ده مش مجرد خبر عابر طبعا. ده مش مجرد خبر عابر، ولا نقدر نحطه في زي ما تقول البوكس او علبه الاخبار اللي انا ممكن قالوا لي مثلا فلان ده وصل السيد الرئيس للقاعات المؤتمرات، كده بتوصل قبل ما يوصل، مش عارف قضيه قلت الحكم الساعه 5 وطلع الساعه 1. مش دي الجزء من الاخبار اللي انا اتعامل معاه ببساطه شديده، اقول وماله يغلطوا فيه. انا اتمنى المحاسبه لصاحب الخبر ده، حتى ما يكونش موضه ان انا حاسس او انا قررت ان انا اعمل مشاهده للموقع او اعمل ترافيك زي ما بنقول، نروح خابط خبر يمس الامن القومي. فانا ضد حبس الصحفيين في قضايا النشر، بس ما اقدرش اعتبر ان كل ما ينشر ليس في بعض الحاجات تعتبر جنح وجرائم رسميه، في سب وقصف، في ممكن انا اعرف. خلينا عشان كده نفصل الموضوع. كلنا ضد العقوبات السالبه للحريات، لكن الموضوع فيه شقين: في الاخبار اللي تخص الامن القومي، وفي المذيعين اللي بيتكلموا في الامن القومي بيبقوا قاعدين كانهم على الكنبه قاعدين في بيتهم، وفي قضيه لاعلامي شهير وتحديدا احمد موسى، ناس كتير بتتكلم في انه ده حريه راي ولا سب وقصف، وهنا المحكمه ادانته. فهنا في لبس كتير في المنطقه. هو اللبس ده يورينا مشهد اعلامي بمنتهى الامانه، في حاله ما يعني ما يزعلش مني المسؤولين حتى لو بقولها او الاعلاميين، في بؤس في المشهد كده، ما حدش عارف ايه الموضوع. تحس ان انت بتتكلم واحد ووقفه احتجاجيه مش عارف ايه. انا كلنا ضد حبس الصحفيين في جرائم الراي، انما جرائم الامن القومي ما اقدرش اطلع مثلا خبر اقول مثلا رئيس الوزراء مثلا في العنايه المركزه اقول اصل انا واحد قال لي الكلام ده. ما فيهوش واحد قال لي، مفيش دوله في العالم بتتعامل بالسذاجه دي. ان هو الداخليه تتنازل ده اوكي كرم من الداخليه، انما تمر هذه الامور بمرور الكرام ومعلش اصل الصحفي صغير ومعلش اصل الالترا سيمون. ما اسمح لي بقى، في جزء في الموضوع ده معلش، دي هتقضي على البلد. احنا طول الوقت عمالين بنتكلم ان احنا في حروب الجيل الرابع اللي معتمده على الاعلام، وليس عندنا ما ينظم الاعلام حتى اللحظه، ولا في غرامات. يعني حتى لو في اخبار خاطئه يبقى في نظام للغرامات على الجهات الصحفيه او الاعلاميه، ده لم يطبق حتى الان. احنا مش عارفين نقابه، انا لغايه دلوقتي مش عارفين نقابه الاعلاميين ولا لا بصراحه. وفي مشكله يعني اخرى، اللجنه اللي بتطلع قوانين الاعلام، انا اتمنى منها بجد تاخد الامور بجديه اكتر. احنا مش جايين بنكافئ ناس على سنين طويله قضوها من اجل هذا الوطن فيقعدوا في لجنه ويتبروزوا، لا طبعا. انا عاوز منتج في الاخر النهائي يعرف لي الجرائم الاعلاميه بانواعها، ويعني ايه ان دي جريمه، ويعني ايه دي جنحه، ويعني ايه ده راي، ويعني ايه ده مش عارف ايه. لو انا سبت الامور كده امر غير جيد. حاجه تانية، السيد ابراهيم محلب قال كلمه جميله ياما هاتينا فيها، قال لك مجلس اعلى الاعلام الالكتروني. انا نفسي بقى يبقى في نقابه للاعلام الالكتروني، اللي عاوز يشتغل في اعلام الكتروني في مصر يبقى ليه حقوق، يبقى عليه واجبات تجاه البلد برضه. نضبط الامر في الاعلام الالكتروني اللي بقى فعلا
حاجه مزريه ومكان لنشر الاشاعات. بس اسمح لي برضو يعني استاذ مروان، احنا دلوقتي هننظم الاعلام الالكتروني لوحده كله، ولا مطلوب من الدوله؟ لا لا لا، زي ما رينا نيشف بقى لنا فتره طويله بنقول تنظيم الاعلام بشكل كامل، مرئي ومسموع ومنشور ومقروء بكل اشكاله. وجرايد برضو انا في احد القنوات شفت بمنتهى الاسف مثلا على موضوع الاعلام المرئي بقى، وهم بينظروا للقضيه دي والوقفه الصحفيه، مكتوب ايه؟ وقفه الصحفيين ضد قمع الحريات في مصر. حد يكتب كده؟ قمع حريات ايه؟ دي الموضوع كله ضد خبر كاذب والناس بتشوف عليه، جريمته ايه؟ حتى لو انت ضده، ازاي انت كاعلام مصري قابل ان انت تصدر الرسائل دي؟ عموما هو في بعض الاراء بتتكلم عن نظريه المؤامره، وانه في قوه كثيره بتدفع في اتجاه عدم وجود جهه اعلاميه تحاسب الناس وتجيب حقوق الناس. واحنا نتمنى تدخل الرئيس فورا في هذا الامر، احنا يعني كان نفسنا رئيس الوزراء وكان نفسنا المسؤولين، بس نتمنى تدخل الرئيس انه يدفع عمليه الاعلام بجديه نحو انها تنضبط. نروح للخبر بعد كده من اليوم السابع الصفحة الأولى. اليوم المحكمة تعلن رأي المفتي في إعدام محمد مرسي وإخوانه، والنهاردة جلسة النطق بالحكم بعد تحويل الأوراق لفضيلة المفتي، والنهاردة النطق المحكمة بالحكم بغض النظر بقى عن رأي المفتي لأنه هو غير ملزم على حد فهمه. حضرتك شايف إصدار الحكم النهاردة إزاي خصوصا قبل رمضان بيومين؟ والله انا في دلوقتي احنا منتظرين احكام على قيادات الاخوان المسلمين ومنها محمد مرسي، بس احنا عاوزين نقول برضو هو محمد مرسي ده كان ليس الا رقم 10 ولا 15 في الكوادر التنظيميه للجماعه اللي لازال احد اهمها واخطرها على الوطن، زي محمود عزت ده حر طليق بيبرطع من نفسه شغال فين ده ولا بيعمل ايه وقاعد يهدد مصر، وزي يوسف ندى بيطلع تصريحات وكلام اللي احنا عارفينه. ما هو ده خبرنا بعد كده. الخبر اللي بعد كده في الصفحه الاولى، انفراد قيادي اخواني صرح انه معارض للسيسي، تواصل مع ندى قبل اصدار المبادره. خلينا بس نقفل موضوع الحكم، انا اتمنى صدور الحكم ونخلص بقى بغض النظر الاجراءات القضائيه اللي تالي ذلك هتكون ايه، بس احنا خلينا مبادرين ونخلص ونصدر الاحكام في الحاجات الامور الواضحه، الامور اللي استقر فيها قناعه القاضي ان هذا هو امر انها حكم. هو المغزى السياسي تحديدا للحكم النهارده هو اللي يفرق، خصوصا بعد الكلام كتير بره مصر عن الاحكام الاعدام. بس احنا مش عايزين نقول على الحكم بعد سياسي، هو الحكم ليه بعد اجتماعي في مصر، ان هو هيطمن المصريين القضاء المصري ماشي في طريقه. لا انا بتكلم على تاثير الحكم، يعني سواء بالاعدام او مش بالاعدام، تاثير الحكم دوليا ليه اصداء يعني. هو دوليا ليه اصداء، وعاوزين برضه نرجع ان الحكم صدر، بس احنا منتظرين راي المفتي، اعتقد ان راي المفتي هيؤيد ذلك، وهننتظر اجراءات قضائيه ثانيه عشان الناس ما تتخضش، في ناس هتتعمل لسه في نقد ولسه ايه فده وارد. وانا رايي ان الرساله السياسيه هي ان احنا قضاء ماشي في طريقه وما بيأجلش حاجه، ومش همه مين اللي واقف في القفص، محمد او احمد او ابراهيم او عادل، اي حد هو بيحكم بما لديه من معلومات، فده شيء جيد في رايي بالنسبه للمصريين. بس بالنسبه للغرب عايز اقول لك حاجه، مهما هتقول هم بيمرروا بيخترعوا قصه ويمرروها لجمهورهم عشان يبرر الموقف السياسي للدوله، فاحنا قاعدين نضغط وقاعدين عاوزين ننقل صورتنا لبره، بنحاول على قد ما نقدر، لازم نعمل شغل اكتر، بس يعني ما نعولش كثيرا ان رسائلنا في مصر انها هتوصل للغرب. فانا رايي نحكم وخلينا في الجزء المحلي، احنا نخلي نطمن الشعب المصري ان كل واحد قتل ولا تلوث بالدماء هيلاقي عقابه، اما بالنسبه لبره يعني اعتقد انهم يعني مش وقته قوي دلوقتي نبص في حكايه الاعدامات، لان هم شايفينك زي ما احنا شفنا في المانيا، شايفيننا دوله يعني بتعمل حاجه ضد المجتمع الدولي والكلام ده كله، فخلينا نمشي في طريقنا ونخلص القصه. وعموما الاحكام بالشروط الدوليه للاحكام القضائيه بحيثيتها كمان هنرجع لحاجه دوليه الناس كلها بتعرف ما... رقم خمسه عندك دي علاقه تعليق دي لسه رايحين لها بقى. خلينا نكمل بس حكايه الاخوان، ومن الشروق الصفحه الاولى، انفراد قيادي اخواني صرح المعارض للسيسي تواصل مع ندى قبل اصدار المبادره. الاخوان قال، بص يوسف ندى قال حاجه غريبه جدا، قال لك ان المبادره دي طلعت من ناس انا مش عارف هم مين، بس مش اخوان، واحنا لو اخوان كلام يعني في منتهى السذاجه، بس هو ليست الا محاوله لاثبات حاجتين، ان هم مش هاممهم وان هم عندهم على ثقه ان احنا كمصر النظام سيفشل واحنا بنقول لكم يا جماعه ان انتوا هتفشلوا واحنا هنيجي، بس احنا مش بس احنا عاوزين نعاقب الناس اللي في السلطه. الناس خارج الواقع يعني تحس ان يوسف ندى ده بيتكلم في ده في يعني انت مش شايف الوضع في مصر، انت مش شايف ان انت مهما هتقول التيار الاخوان المسلمين مرفوض تماما في كل الشعب، مش مثلا جهه وزي جهه زي بيقول لك زمره من المصريين وزمره من اخوات المسلحه، قال يعني طول مصر كلها اخوان ما عدا الناس دي. فهذا البيان هو رساله للغرب ورساله لبعض ناس في الداخل يطمنهم ان احنا كتير، انما هذه الرسائل في هذا الوقت لازم دراستها، ان هل بيخططوا لشيء، لان ممكن يكون جوه الرساله دي رسائل للتنظيمات الداخليه انها تعمل اعمال معينه
لازم بقى اجهزه الامن انا اتمنى يكونوا يعني متابعين العواكين متابعين الحاجات دي جيدا والخلايا دي لازم يتابعوها جيدا. طيب. انما طبعا ليس الا بس تطمين لاتباعهم بما هو قادم بعد حكم مرسي، ان احنا كتير قوي يا جماعه ما تخافوش لو في عنف اعملوه لو كذا اعملوه، لانه راجل ارهابي. هو عموما الشعب المصري ضدهم لغايه اخر واحد، يعني هم مخليهم بقى ايه على عندهم مع نفسهم. فهو بيكلم اتباعه بس. المصري يجيب الصفحه الاولى، فلاح ينفذ حكم الاعدام شنقا في قاتل شقيقه بسبب 10 متر ارض، وتعليق سريع عشان نلحق ناخد. ده رساله للدوله المصريه العظيمه، ما فيش حاجه اسمها دوله عرفيه، يعني انا مش عاوز جلسات عرفيه في تهجير ولا اسيب واحد بينفذ اعدام بنفسه. وان واحد واحد شايف ان ده من الفضيله نضرب ده في الشارع لان بيعمل حاجه غلط، يا عاوزين دوله يا عاوزين مجتمع ماشي بالعرف وقبلي، ده موضوع تاني. احنا مصر عاوزين دوله ذات سياده وقانون نافذ على الجميع. فنتمنى من الدوله المصريه في اجهزتها التنفيذيه يا جماعه هذه الامور الحسم ثم الحسم ثم الحسم، مفيش الجلسات العرفيه في اي شيء بعد كده نتوقف فيها، وحكم الراجل اللي نفذ حكم اعدام ده لابد ان يعدم مهما كانت الاسباب ولا اي حاجه. مفيش حاجه اسمها انفذ القانون بايديا، لان هتفتح بقى موضه ان اي واحد شايف حاجه غلط هتبقى سايبه بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انا بعمل الخير، هو القانون هو اللي بيحكم. اليوم السابع صفحه الخامسه، البشير يفلت من الجنائيات الدوليه ويعود للخرطوم، وكان في كلام كتير قوي على الحكايه دي، لكن جاكوب زوما رئيس جنوب افريقيا طلع قال انه ده مش هيحصل وانه له وضعه وله حصاناته. هو القصه كلها عشان الناس برضه تبقى عارفه، منظمه حقوقيه خدت حكم زي ابتدائي من المحكمه الدوليه وراحت مقدماه بسرعه لاحد محاكم جنوب افريقيا، اللي لقيت ما فيش قدامها بالقانون حاجه تعمله انها تبعت تقول للجمعيات الدوليه نقبض عليه ولا لا. اول ما ابتدت الحراك الورقي ده راحوا مطلعين الاخبار بتاعتهم كلها القبض على مش عارف ايه والكلام ده زي كده. هما كان مقصود ان هم يحرجوا بعض الرؤساء، واعتقد انهم كانوا عاوزين يحرجوا مصر في امر مشابه زي كده، بس الحمد لله لم يفلحوا في هذا الامر، وقع في ايديهم صاحبهم اللي هو البشير ده اخواني برضه. فجو من يعني هو اللي لازم نبص له بعين الاعتبار الدعم الاعلامي اللي حصل للقصه دي. احنا مصر لقينا في لحظه كل الانترنت في جميع المواقع بيبص اخباره، وثلاث ارباع على فكره كذب تماما، الناس بتخترع في امور زي كده. الموضوع ده يعني يلفت انتباهنا كمصريين بقى، عشان كده لازم عندنا بيها منظمه بالزبط. اعلاميه عاوز مصدر رئيسي للخبر في مصر، ان الناس في الرجل المصري او المواطن المصري المحترم عاوز يتاكد من خبر، اروح للموقع الفلاني ده اتاكد من صحه الخبر، والموقع الفلاني ده امنه بكل الطرق من حيث الناس اللي جوه ومن نوعيه الاخبار ومن كل حاجه. فعش اسيب الناس بكده. الناس ايام البشير ده في ناس كانت بتنقل وتاكيد انه اتقبض عليه ومش عارف ايه، والراجل الناس لو فتحت التلفزيون هيلاقوه بيتكلم. يعني لازم جهه منظمه للفوضى الاعلاميه علشان نبقى دوله طبيعيه، والا هنفضل عايشين معناش عارفين الخبر صح ولا غلط. حتى الدوله في التنميه هتتشتت وسط كل اللي شايفينه رايح جاي من كلام تخبيط في كل حاجه. لا، والمواطن المواطن يبقى معذور لما يبقى قاعد ما هوش عارف الحقيقه فين، اذا كان احنا مش عارفين هو هيعرف ازاي؟ حاجه من الاهرام الصفحه الاولى، الصيف دون ازمه كهرباء والسلع تصل للمواطنين باسعار مناسبه. والحقيقه يعني بجد تحيه للحكومه ووزاره الكهرباء على مستوى الاداء بالنسبه للكهرباء حتى اللحظه، يعني او مستوى اداء الكهرباء للحظه بمنتهى الامانه الحمد لله مطمئن، وحتى لو جه انقطاعات فهو مطمئن، عشان احنا زي دلوقتي السنه اللي فاتت كنا بنعاني اللي هي ساعتين في اليوم، دلوقتي ودخلت في سبعه ثلاث ساعات في اليوم والكلام زي كده. فاتمنى الاداء ده يستمر والنبي، واتمنى يبقى فيه الخطه انها ما تحصلش تاني بعد كده لمده 5 أو 10 سنين على الاقل يعني، واتمنى طول العمر يعني. المهم بقى انت قلت حاجه مهمه، السلع تصل للمواطنين باسعار مناسبه واسعار الكهرباء، ده اللي احنا عاوزين ناكد عليه. المواطن المصري عنده مشكله، ده الخبر بعد كده الاخبار الصفحه الثالثه، تثبيت اسعار الكهرباء لمحدودي الدخل. بالظبط. هو وفي برضه سلع تصل المواطنين باسعار مناسبه في الخبر اللي قبله، فعلا عاوزين نربط الاثنين ببعض. لابد دلوقتي نهتم بالمواطن في الحاله بتاعه داخل رمضان والاسعار اللي موجوده في السوق اللي هي بتعلى بشكل غير عادي. حاجه ثانيه، النصح والارشاد للناس اللي متغوله وعندها زي ما تقول مسيطره على سلع معينه وبتفرض اسعارها، مهما نصحناهم وارشدناهم مفيش نتيجه. فاحنا انا الاول الدوله يبقى عندها اليات تخلق سوق موازي، تبدا تضغط على هذا السوق ان هو يلتزم بالاسعار الطبيعيه والمنطقيه. وخليني اضيف على حضرتك ان النهارده كان في خبر على النيوز بار في قطاع الاخبار وانا بسمع النشره الصبح، انخفاض طن الحديد من 100 ل 300 جنيه، واعتقد طن الحديد ده كان صداع في دماغ مصر لسنين طويله جدا. هو الحديد وسلع كتيره، انا عاوز اي محتكر يلاقي الدولة بتتدخل في السوق عشان تكسر هذا الاحتكار. مش هيكسر
بلحظه وطنيه او كذا، لان هذا الرجل تحول ان هو بقى مسيطر على كل ادوات السوق. فاحنا لابد اما نخلق سوق موازي، اما نطلع تشريعات تمنع الاحتكار او نجرمه او نراقب الاسعار حتى لو لفتره ضد الراسماليه والكلام ده، بس لازم يكون في اجراء اضافه لذلك، افكار توقف الموضوع الاسعار ده، لان حقيقي المواطن المصري انا عاوزه زي ما تقول ايه روح المعنويه مرتفعه عشان يخش معايا في التنميه، ما اقدرش احبطه وبعد كده احبطه بمثلا اسعاره واحبطه بازمه اقتصاديه واحبطه واحبطه وبعد كده اقول له ساهم معايا في التنميه. احنا او هم كوزراء لابد ان هم يتحركوا بجديه في الملفات بتاعه الخدمه المباشره للمواطن دلوقتي. نتمنى بشكر حضرتك كاتب المحلل السياسي استاذ مروان يونس، نورتنا يا فندم. واعتقد انه في نهايه الفقره احنا ممكن نقفل على كلمتين، انه تحطيم الاحتكارات والسيطره على الاسعار دي حاجات مهمه جدا، ده بالاضافه الى جهه تنظم الفوضى الاعلاميه، اعتقد حياتنا كلنا هتفرق كتير قوي. فقرتنا مستمره بعد الفصل لحد 11 صباحا على الهواء مباشره. تابعوا.